اعتقلت الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي الصحفي بكر القاسم في مدينة الباب المحتلة بريف حلب الشرقي شمال سوريا دون أسباب واضحة، وسلمته لمخابرات النظام التركي وسط إدانة واستنكار من صحفيين وإعلاميين. إجرام الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية الذي لم يسلم منه البشر ولا الشجر ولا الحجر في مناطق سيطرته شمال سوريا. يطال هذه المرة صحفي وزوجته في منطقة الباب بريف حلب الشرقي. دورية تابعة لما تسمى الشرطة العسكرية، اعترضت الصحفي والناشط الإعلامي بكر القاسم وزوجته نبيها الطاها خلال عودتهما من تغطية فعالية معرض الباب التجاري. وقبل اقتياد الصحفي لمقر الشرطة العسكرية، داهمت منزله وصادرت جميع الأجهزة الإلكترونية والكاميرات والأموال لتفرج لاحقاً عن زوجته وتقتاد الصحفي إلى مقر الاستخبارات التركية. حادثة الاعتقال التعسفي هذه أثارت حالة من الاستياء الشعبي الواسع في الشمال السوري المحتل، وانتشرت على نطاق واسع من قبل الكثير من النشطاء والصحفيين الذين استنكروا وأدانوا الاعتقال بهذه الطريقة دون جلب مذكرة قضائية أو توضيح الأسباب، فيما عده أقارب الصحفي المعتقل أنه اختطاف وتكميم للأفواه. وتعيش مدينة الباب المحتلة في الآونة الأخيرة على وقع فلتان أمني متصاعد، وزاد حالة التوتر الانتشار الأمني والعسكري من قبل فصائل الاحتلال التركي إثر خروج احتجاجات شعبية رافضة لتحكم النظام التركي بقرار السوريين والذهاب إلى إعادة العلاقات مع الحكومة السورية، ورفضاً لخطوات فتح المعابر التجارية مع مناطق سيطرة الحكومة. حادثة اعتقال الصحفي بكر القاسم لم تكن الأولى من نوعها، إلا أنها أعادت الحديث من جديد عن الدرجة المتدنية للحريات في تلك المناطق التي تسودها لغة القمع والسلاح والاعتقال، وتذكر المراقبين بتعرض إعلاميين لاعتداء بالضرب من قبل فصائل الاحتلال في مدينة إعزاز صيف العام الماضي، وكذلك عملية اغتيال الناشط المعروف باسم أبو غنوم وزوجته نهاية عام 2022. ينضم إلينا من باريس الكاتب الصحفي عمر البنية. أهلا بك أستاذ عمر. إذا نتحدث عن حادثة اعتقال أو اختطاف أو احتجاز، سميها ما شئت، لصحفي وناشط إعلامي وزوجته في مدينة الباب المحتلة مدعو بكر القاسم. طبعا الأسباب الاعتقال لم توضح. طب بحسب يعني متابعتك لهذا الموضوع، هل ما هي خلفيات هكذا أعمال ضد الصحفيين والناشطين؟ اهلا وسهلا بكم. الخلفيات ان هناك بعض من هم في الحكومه، ما تسمى الحكومه المؤقته، او بعض الفصائل الموجوده في الشمال السوري تخلت عن مهمتها الاساسيه بحمايه الشعب السوري وحمايه الثائرين السوريين ورعايه مصالحهم وحمايه الاعلاميين السوريين، ليتحولوا الى مرتزقه او كما يقال في العاميه كلاب حراسه لمصالحهم ولمصالح بعض الدول. اليوم هذا الذي يحدث انتهاك صارخ بحق الصحفي بكر، والذي زاد الطين بلة هو التصريح الذي أدلى به رئيس الحكومة المؤقتة الذي ادعى أنه لا يعلم بتوقيف هذا الصحفي. هم يعلمون بما يحدث بأتاوات في الشمال السوري، ويعلمون بما يحدث بما وهم سابقا كانوا يعلموا ماذا ارتكبت الشرطة العسكرية نفسها عندما قامت بالاعتداء على أحد النازحات التي حاولت العبور إلى تركيا. نفسها هذه الشرطة العسكرية قامت بانتهاك سيدة واغتصاب سيدة، واليوم يعودون ويكررون هذه الأفعال. وسابقا خلال الأسابيع الماضية شاهدنا كيف تم في تركيا ترحيل الصحفي قصي عمامة خارج تركيا، وكيف تمت ملاحقة الصحفيين السوريين. وأيضا شاهدنا أيضا كيف قام أحد المدراء في تلفزيون سوريا التابع للإخوان المسلمين المدعو رامز الحسن، الذي قام بكتابة تقارير للمخابرات التركية بحق أحد العاملين في تلفزيون سوريا. اليوم للأسف هذا الذي يحدث، هذا منهج تتخذه هذه العصابات التي بدأت تبحث عن مصالحها فقط بعيدا عن مصالح الشعب السوري. الحقيقة هذه العصابات الممولة من الإخوان المسلمين، والذي تعمل بأمرة الإخوان المسلمين وعصابات الإخوان المسلمين، وتصمت على ما يحدث من فتح للمعابر وتقارب اليوم بين تركيا ورأس النظام المجرم في دمشق. اليوم من يستهدف هم الصحفيين، سواء النازحين
في تركيا أو الموجودين في الداخل السوري، طيب ويبقى المنتفع من كل نعم هذه الأعمال هم المرتزقة الذين تصدروا المشهد. طيب يعني بحسب ما ورد وبحسب تقارير أنه تم تسليم الصحفي بكر القاسم إلى مركز استخبارات تركيا في حوار كلس، هنا نسأل يعني لماذا النظام التركي أو الاحتلال التركي أو ما الذي يخشاه من الصحفيين؟ وبحسب خلال بحثي يعني الموضوع لاحظ أنه هو يعمل أصلا لدى وكالة أناضول التركية. في الحقيقة اليوم هناك عمل لأجل تصفية القضية السورية وتصفية ثورة الشعب السوري، بالأمس يطلق عليها مرتزقة عزمي بشارة اسم الحرب الأهلية، ويرحل صحفيين من تركيا ويلاحق إعلاميين في مناطق الشمال السوري. الخوف هو دائما من الكلمة، الخوف من الأصوات التي تنقل معاناة الشعب السوري. في الأساس عندما انطلقت الثورة السورية انطلقت بحناجر الشعب السوري، ومن غطى وأرسل هذه الصورة للعالم، صورة الانتفاضة السورية للعالم أجمع، هم الإعلاميين السوريين. اليوم هناك محاولات إسكات للصحفيين السوريين بالترغيب وبالترهيب وبالاعتقال والتخويف والتهجير والزج في السجون، وأيضا بالتطبيل والتزمير من بعض العصابات التي تصمت على ما يحدث من تقارب مع النظام في دمشق، وأيضا تقوم بعض الجهات الإعلامية اليوم بالتبرير وبالتبرير لأحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة السابقة، وتكذب حديث أحد الضباط المنشقين عن الذي فضح هذه الحكومة المؤقتة في الوقت الذي فضح رئيس هذه الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، في الوقت أيضا الآن يتم اعتقال صحفي في الشمال السوري، وهذه القناة أيضا تصمت على اعتقال الصحفي السوري، ولا نسمع إلا أصوات الصحفيين بينما هنا وهناك أصوات ناشطين تتحدث عن اعتقال هذا الصحفي، كأن هناك حالة صمت مطبق من بعض الجمعيات والمنظمات، وأعود وأكرر وأسميها منظمات الرزق حليب في تركيا. كل الجميع صامت على اعتقال هذا الصحفي وعلى ما حدث لهذا الصحفي، وأيضا على اعتقال زوجة الصحفي. زوجة الصحفي أيضا اعتقلت وتعرضت للإهانة، وهذا الاعتقال لزوجة الصحفي أيضا يعتبر إهانة. وهنا نسأل هؤلاء الموجودين في تركيا ونسأل مدراء منظمات الرزق حليب، أين هو شرفكم؟ أين هي أخلاقكم؟ أين هي القيمة التي تتحدثون فيها عن الحرية والإنسانية وحقوق الإنسان؟ أين هي عندما رحل الصحفي قصي عمامة؟ أين هي عندما قام أحد المدراء في تلفزيون سوريا بكتابة تقارير المخابرات التركية بحق أحد المصورين؟ أين هي كرامتكم؟ وأين هي القيم؟ وأين هي الأموال التي تلقونها باسم الحرية وقيم العدالة؟ واليوم يتم اعتقال صحفي في الشمال السوري ويتم تسليمه للمخابرات التركية. هذه وصمة عار على الجميع. طبعا إذا هذا يمكن القول أستاذ عمر أنه لا يوجد هناك حرية للعمل الصحفي في تلك المناطق، لأنه هذه الحادثة هي ليست الأولى، يعني كما تذكر عام 2023 صيف الماضي تم اعتداء على كادر قناة حلب اليوم في مدينة إعزاز عندما كان يتم تصوير ازدحام في مركز المدينة، أيضا تم اغتيال الصحفي المدعو المعروف بأبو غنوم أيضا في منطقة الباب، وزوجته في ذلك الوقت كانت حامل في عام 2022. إذن لا يوجد حرية عمل صحفي في تلك المناطق تماما، لا يوجد حرية عمل صحفي، وأكثر ضريبة يدفعها هم الضريبة يدفعها الصحفيين الموجودين في الشمال السوري وأيضا الموجودين في تركيا. والآن هي رسالة للعالم أجمع ولمنظمة مراسلين بلا حدود وللاتحاد الأوروبي وللأمم المتحدة ولمجلس حقوق الإنسان ولمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم هي مناشدة لكم لأجل الوقوف، نناشدكم لأجل الوقوف وحماية الإعلاميين والناشطين الموجودين في الشمال السوري والموجودين ضمن الأراضي التركية. اليوم هؤلاء الصحفيين يتعرضون للملاحقة والاعتقال والتوقيف، اليوم واجب عليكم، الواجب الإنساني عليكم يحتم إطلاق مناشدات وحماية هؤلاء الصحفيين الموجودين، وإدانة هذا المدعو الذي يدير الحكومة المؤقتة، وإدانة هذه المنظمات التي تتلقى التمويل من المنظمات الأوروبية باسم حقوق الإنسان وباسم الحرية، وهي الآن تعمل مرتزقة وأجيرة لدى عصابات الإخوان المسلمين ومن يعمل للتقارب مع نظام بشار الأسد في سوريا. أستاذ عمر، يعني باعتقادك أو بحسب تصورك ما يحدث اليوم في مدينة الباب من احتجاجات شعبية رافضة لفتح معبر أبو الزيدين، والتي خرجت أيضا رفضا للتطبيع بين أنقرة ودمشق وأرسال تعزيزات عسكرية من هذه الفصائل الإرهابية والاحتلال التركي، هل له صلة باعتقال هذا النشط أي الصحفي، لأنه هو أيضا أحد النشطاء الرافضين لعملية فتح المعابر وإعادة التطبيع؟
كما أسلفت لك، هناك محاولة لإسكات الجميع، أي صوت يرفض، أي صوت يرفض هذا التقارب الذي يحدث الآن بين تركيا وبين ميليشيا النظام في دمشق، أي شخص يتكلم أو يتحدث أو يرفض هذا التقارب، اليوم تقوم هذه العصابات المأجورة باعتقاله وتوقيفه. تركيا اليوم تبحث عن مصالحها، تجد مصالحها مع تنظيم بشار الأسد في سوريا، لكن السؤال هنا يكون لمن نصبوا نفسهم نفس أوصياء على الثورة السورية أو تصدروا المشهد، هل أنتم مهمتكم هي أن تعملوا كلاب حراسة لدى المخابرات التركية أو لدى الأتراك أو لدى مصالح الدولة التركية؟ أنتم مصلحتكم هي مع الشعب السوري وحماية الشعب السوري وحماية ثورة الشعب السوري، لا أن تعملوا على اعتقال الصحفيين والناشطين وتقومون بتسليمهم إلى مخابرات دولة أخرى. للأسف هذه وصمة عار على جبين هذه الميليشيات والعصابات التي هي أصبحت، أعتذر حتى عن التعبير، أقذر وأقذر من المرتزقة. أشكرك جزيل الشكر من باريس الكاتب الصحفي عمر البنية. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود.